رسالة يوحنا الثانية. يوحنا الثانية واحد. من الشيخ للست اللي تم اختيارها والأولاد اللي أنا بحبهم بالحق، ومش أنا بس لكن كمان كل اللي عرفوا الحق، عشان خاطر الحق اللي بيثبت فينا وحيبقى معانا مع النهاية، تبقى معاكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت قوي لأني لقيت من ولادي شوية مشي في الحق زي ما أخذنا وصية من الآب، ودلوقتي بطلب منك يا ست مش كأني بكتب لك وصية جديدة لكن اللي كانت عندنا من البداية إننا نحب بعض، وهي دي المحبة إننا نمشي على حسب وصاياها، هي دي الوصية زي ما سمعتوا من البداية إنكم تمشوا فيها، لأنه دخل العالم ناس بتدور كتير ما بيعتبروش بيسوع المسيح إنه جه في جسم، ده هو اللي بيدور ولا ضد المسيح. بصوا لنفسكم عشان ما نضيعش اللي عملناه لكن ناخد أجر كامل. كل اللي خالف ولا يثبتش تعليم المسيح فمالوش الله، واللي يثبت تعليم المسيح فده له الآب والابن مع بعض. لو كان حد يجي لكم وما يجيش بالتعليم ده فما تقبلوش في البيت وما تقولولكوش سلام، لأن اللي بيسلم عليه بيشترك في أعماله الشريرة. لما كان عندي كتير عشان أكتبلكم ما حبيتش يبقى بورق وحرق لاني بتمنى اجيلكم واتكلم بق البق عشان يبقى الفرح بتاعنا كامل. بيسلم عليك ولاد اختك اللي تم اختيارها. امين.